فود المغذي الجامد جدا جدا جدا، مش عايزه اقول لكم، عاطي طعم خطير غير الكريمه تماما. اتمنى تجربوه. ناكل هم هم هم، عايزين ناكل هم هم هم. السلام عليكم ورحمه الله. النهارده وفتنا وفت شوربه السي فود بالكريمه. هي مش بالكريمه اللي انتوا عارفينها، بس هيبقى فيه بديل الكريمه واللي هيطلع افضل من الكريمه نفسها. هنسمي بسم الله كده ونقول المقادير بتاعتنا. احنا هنا، انا جايبه هنا سي فود جاهز يعني، وممكن انت برضو تجهزيه عندك في البيت. لما تجيبي جمبري تشيلي حبتين، لما تجيبي جندفلي تشيلي حبتين، وهكذا يعني. هنا معانا جمبري وجندفلي، معايا هنا سبيط سمك فيليه، معايا صوابع الكابوريا. واقول لكم صوابع الكابوريا دي بتيجي جاهزه كده، يعني مش الكل بيعرفها اهي. هي دي بتيجي كده بالمنظر ده، انا دايما بجيبها وبزود بيها شوربه السيفون. بتيجي كده وبتفتحيها، افضل بكتير من الكابوريا العاديه. يبقى ومعانا علبه زبادي، ومعانا كوبايتين لبن او حليب، معلقتين دقيق، بصله صغيره، فصين ثلاثه توم، فلفل، كمون، حبه فص مستكه صغننين خالص، دول عامل زوم كده اهو، الصغننين خالص دول مستكه تمام. انا طعم المستكه بيدي طعم حلو جدا للشوربه. ومعانا مكعب مرقه جمبري، ومعايا بصلايه مهروسه مبشوره، ومعايا كرفس او وات ايفر خضره يعني. نسمي بسم الله ونشوف احنا هنعمل ايه. دي المقادير معانا. حطيت، جبت قطعه زبده، مش زيت يا جماعه، زبده. الشوربه هتبقى غنيه جدا وطعمه جدا جدا، وانت عايزه تشربي شوربه محترمه يبقى بزبده مش بزيت تمام. هتسيح، ناكل هم هم هم. الزبده ساحت، هننزل بالبصلايه وفص الثوم، كله بياخد تشويحه مش تحميه، تشويحه مش اكتر تمام. ناكل هم هم هم، عايزين ناكل هم هم هم. هننزل بالتوابل، والتوابل بتنزلي بيها في المرحلة دي هي والمستكة، بتديكي ريحة جامدة جدا للشوربة. الريحه ابتدت تطلع. طبعا حطيتي البصل والثوم والتوابل، التوابل يا دوبك تقليبه كده. بتنزلي بالسبيط والحاجات اللي هي ايه الطريه يعني، بتنزلي بيها السبيط والكابوريا الصوابع والسمك الفليه. بتنزلي بيها اهي وتاخديها تقليبتين، حطي عليها برضو رشه فلفل اسمر كده. عايزه اقول لكم حط المستكه ده فرق معاها جامد جدا، ريحتها ما فيهاش ريحه الزفاره، بتبقى تاخد تشويحه وانا واقفلها كده مش اكتر يعني، تغير لونها بس. انزل بمعلقتين، بجيب الحاجه كده، بجيب الزبده على جنب، والمفروض الدقيق يتحط ني عادي، بس انا ما بحبش طعم اي حاجه نيه في الحاجه، وانا مش هعمل
يعني موال، واقوم جايه جايبه حاجه تانية واعملها فحطيتهم ياخد تشويحه كده في الزبده اللي موجوده اهي اهي. بتكون جايب قلبها كله في بعض. هتنزلي بالجمبري الجندوفلي، لو عندك في البيت قصدي عندك بلح بحر، عندك اي حاجة عايزة تضيفيها ضيفيها، مفيش اي مشكلة. هنزل هنا بكوباية المية بالراحة كده، ناكل. يا جماعه اللي مش متمكن من نفسه ان هو ممكن تسخن معاه، يسيب مرحله الدقيق لاخر حاجه، يسيب الميه تغلي في الحاجه. وبصوا هي معايا الحمد لله اهي ما كلكعتش، هي اول ما نزلت بالدقيق كلكعت، بس اهي مفيش اي كلكعه خالص. اللي مش هيتمكن من نفسه ان هو يبقى مش متلكعه معاه، يسيب الدقيق اخر حاجه وتحطيه براحتك. عايزه تحمريه بره وتحطيه وتضيفيه بعد كده، او عايزه تضيفيه على اللبن وتحطيه اخر مرحله، برده براحتك. حبيت اقول المعلومه دي عشان تطلع معاك الوصفه مظبوطه 100%. تمام، قبل ما درجه الغلوان عشان ما يبقاش تخين اهو، بتضيفي اللبن حبه حبه. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت هنا رشة، لو احتاجت رشة كمون بتحطي، وانت بتحطي الملح بتاعك بتدوقيه وبتشوفي الملح بتاعك مظبوط ولا لا. تمام اهي، بس انا بوريكي ان لسه هي ما غليتش، بس اوريكي السمك بتاعها واللون بتاعها عامل ازاي، والزبادي امتى هنحطها. هي كده غلت اهي، ده السمك بتاعها. طبعا انا سبتها تغلي غلوتين علشان كله يبقى مستوي. تمام، على فكره انا عايزه بس الفت نظركم لحاجه، انت ممكن تستغني عن الجمبري اللي بقشره ده وتحطي جمبري متقشر، ممكن تحطي كل حاجه انت تخطر في بالك في الشوربه دي. ما حدش هيقول لك انت بتعملي ايه، المهم ذوقك، ذوقك انت في الاكل. هنضيفه الزبده دي اهي في المرحله دي كده، وانت جايه تقفلي عليها. التكايه دي بقى اللي هتخليكي تستغني عن اي كريمه، اي اضافات اخرى. يعني انت كده طفيتي حطيتيها، هتضيفي الخضره بتاعتك وتقفلي عليها وشكرا. اغرفها وارجع لكم. وكده انتهينا من طبق النهارده، شوربه السي فود. اتمنى وصفه اليوم تكون عجبتكم، طبق مغذي ومفيد، في كل الطاقه وكل البروتينات وكل يعني عايزه اقول لكم بجد طعم خطير خطير خطير. الزبدايه الاخيره اللي بتتحط افضل بكتير 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 من الكريمه. اتمنى تعجبكم وصفتي، ولو عجبتكم